كرامنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من طبعة المشاهد. نبدأ أولى ملفاتنا الصحفية باختتام القمة الخليجية 37 أعمالها في البحرين، فيما استنكر البيان الختامي للقمة ما سماه التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة على التعاون في مختلف المجالات. لتفاصيل أكثر نتابع ما رصدته الصحافة حول البيان الختامي للقمة ثم نعود. رصدت الصحف المحلية البيان الختامي لمؤتمر القمة 37 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي انعقد بمملكة البحرين. صحيفة الرياض تناولت تأكيد المجلس على أهمية العمل لتطبيق رؤية خادم الحرمين لتعزيز العمل الخليجي المشترك والانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، في حين كتبت صحيفة عكاظ تحت عنوان قمة الخليج تصفع إيران وميليشياتها، وذكرت فيه بأن قادة دول مجلس التعاون الخليجي أكدوا رفضهم التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة. أما صحيفة الوطن فقد عنونت تغطيتها للقمة بشراكة استراتيجية خليجية بريطانية تتصدى لعدوانية إيران، ذكرت فيها إشادة رئيسة وزراء بريطانيا بالتعاون البريطاني السعودي المشترك في مكافحة الإرهاب، فيما اختارت صحيفة المدينة عنوانا القمة تصفع إيران والأسد وتحفز لبنان وتشجع العراق على المصالحة. وبدورها وضعت صحيفة الاقتصادية عنوان قمة البحرين تنمية وأمن وردع لإيران، نوهت فيه إلى تأكيد دول الخليج وقوفها التام مع المملكة العربية السعودية في إجراءاتها لحماية الأماكن المقدسة وأمنها. أما صحيفة الشرق الأوسط فعنونت شراكة خليجية بريطانية لاحتواء عدوانية إيران، أشارت فيها إلى تأكيد القادة على العمل المشترك لتحصين التعاون من الأخطار المحدقة بالمنطقة. وكتبت صحيفة الحياة دول الخليج تتجه إلى التكامل، تناولت فيه تشديد القادة على ضرورة العمل لتحقيق المزيد من التكامل والتعاون المشترك لتطوير المنظومة الدفاعية والأمنية للمجلس. وأخيرا من صحيفة مكة التي جاء عنوانها قادة الخليج يحملون إيران مسؤولية زعزعة أمن المنطقة. ولمناقشة الملفات الصحفية أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور عبد الله الحمود الكاتب والمهتم بالشأن العام ومن أبهى الإعلام الدكتور أحمد التيهاني، مرحبا بكما. بداية نبدأ من لدنك أستاذ عبد الله. دكتور عبد الله، يعني القمة 37 كان العنوان الأبرز الاتحاد، أو دعنا نقول الرغبة في التحول إلى الاتحاد. إيران تقريبا كانت هي الكلمة الأبرز في ملفات المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم، شكرا لاستضافة الأخبارية. بدء لعلي أعرج قليلا إذا أذنت لي على الزيارة الكريمة والحميدة اللي قام بها خادم محمد الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لأشقائنا في دول الخليج العربية. كانت زيارة ولا الحمد موفقة بكل المقاييس وبدرجة امتياز. حظي خادم محمد الشريفين حقيقة بتشريف وبتكريم من إخوانه قادة الدول مجلس التعاون الخليجي، وكانت زيارة ملؤها حقيقة أولا زيادة التعاون وزيادة الألفة والمحبة بين شعوب دول مجلس التعاون الخليجي. أيضا كان هناك صدى كبير لهذه الزيارة وقبول وترحاب من لدن قادة دول مجلس التعاون الخليجي. لا شك أن من المحور الرئيس لهذه الزيارة هو بحكم أن إيران تأتي في صدارة يعني ما يتري دائما من مشكلات سياسية وأمنية من دولة إيران، فكانت لا شك أنه كافة النقاشات التي تمت في المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي كانت تصب حقيقة أكثرها على إيران، ولكن أيضا كان هناك أيضا المحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي كان أيضا من ضمن كافة جدول الأعمال الذي طرح في هذه الجلسة. نعم، أعتقد بأنه هذه القمة سوف يعني نقول هي رؤية هذا العام تحديدا، سوف نؤكد على ما كان في القمم السابقة. طبعا من حسن الطالع أن المملكة العربية السعودية لله الحمد أنها دائما هي صاحبة مبادرة،
وبالتالي ارتأت في هذه يعني في هذا الوقت وفي هذا الزمان انه لابد حقيقة ان تزداد آلية التكاتف والتعاضد ووصولا الى تكامل مأمول سواء المستوى الاقتصادي او الاجتماعي وطبعا السياسي. هناك جهد كبير تقوم المملكه العربيه السعوديه بقياده خادم الرئيس الشريفين حفظه الله في وصول هذا المجتمع الخليجي الى دوله واحده والى منظومه واحده يستطيع حقيقه يعني ان يكون مجابها لكل ما يعتريه من مشكلات او قضايا. جميل دكتور احمد. حياك الله اخي عبد الله. يعني تابعتم التغطيه الصحفيه لهذه القمه من جانب صحفي، هل اختلف شيء عن القمم السابقة من خلال الطرح؟ هو تزامن القمة مع الجولة الملكية منح الصحف فرصة التميز ابتداء. أيضا الصحف بحثت عن التميز بذاتها، ولذا تميزت أكثر من صحيفة في غير مسار، التميز لم يكن في المسار نفسه. نعم. ففي حين تميزت صحيفة مكة بأمرين، أحدهما هو التوأمة مع صحيفة الوطن البحرينية. نعم صحيح. ورمزية هذه التوأمة شيء، وما قدمته هذه التوأمة من مادة صحفية شيء يضاف إلى هذه الرمزية. فكانت الصفحات المتزامنة تحريريا بين صحيفتي مكة والوطن البحرينية مميزة. قرأنا في هذه الصفحات أقلاما بحرينية تتحدث عن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مملكة البحرين من زاوية مختلفة عن الأقلام السعودية. لحق أن مكة تميزت في هذا الجانب. أيضا تميزت مكة في جانب آخر، وهو أنها قدمت المعلومة المعرفية الغائبة، مثل حديث مكة في صفحة انفوغراف كاملة عن مسيرة السيف الأجرب إلى أن وصل إلى الملك سلمان حفظه الله. هذا الحديث تاريخي وشيق ومعرفيا يجعل القارئ يقرأ صفحة كاملة. أيضا ما قدمته مكة عن سفراء المملكة في مملكة البحرين من سنة 70 و 900 ألف للميلاد إلى الآن، أيضا مادة شيقة معرفيا. هذا في جانب. في صحف أخرى تميزت في طريقة عرض المادة كالوطن من خلال الجرافات والإنفوغرافا. الرياض تميزت بوصفها صحيفة تقليدية رصينة في أنها استطاعت أن تفصل البيان الختامي للقمة تفصيل عناوين، ليس عناوين مبتسرة من لفظة أو لفظتين، وإنما عناوين صحفية كاملة. هذه العناوين الصحفية الكاملة تقدم للقارئ ملخصا ل76 بندا تضمنها البيان الختامي للقمة 37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي. جميل. فكل صحيفة امتازت في جانب معين. رمزية الشراكة بين مكة السعودية والوطن البحرينية، لو كانت بين صحيفتين سعوديتين، يعني تعتقد بأنه ستعطينا انطباع مختلف مثلا؟ لا فائدة أن تكون الشراكة التحريرية والصفحات المتزامنة بين صحيفتين سعوديتين، لا توجد إضافة حقيقة. نعم. الإضافة أن تكون المادة التحريرية المتزامنة بين صحيفة سعودية وصحيفة بحرينية في أثناء الزيارة وفي أثناء القمة. هنا تأتي الرمزية، يأتي المسار الواحد الإعلامي، وأيضا تستطيع الصحيفتان أن تقدم للقارئ في البلدين مادة مختلفة، وهذا ما حدث. جميل. رئيسة الوزراء البريطانية تقول بأن أمن الخليج من أمن بريطانيا، مشاركتها كانت مشاركة كأنها عنصر ثابت في هذه المجموعة، أقصد من خلال مشاركتها رسميا. دعنا نقول، فالانطباع الذي سيتكون لدى العالم من خلال مثل هذه الشراكة وإن كانت معنوية؟ هي حقيقة قد لا تكون معنوية يعني بالضرورة، هي حقيقة انبثق منها طبعا، لعلنا نقول يعني بادرت اتفاق في المجالات الاقتصادية والأمنية وأيضا السياسية. اللقاء مع رئيس الوزراء المملكة المتحدة
تيريزا ماي، أعتقد أنه فعلا كان يعني أعطى صبغة أقوى. نعم. وأعطى حقيقة أيضا دور كبير لمنطقة الخليج، بأنها لم تكن دولة الخليج يعني منطقة الخليج السابقة، وإنما أتت الآن يعني بثوب جديد وبمواجهة في كافة المجالات، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو حتى الاجتماعي. الآن هذه المرحلة طبعا نعيش مرحلة متغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية، ولذلك لابد حقيقة لدول الخليج يعني أن تغير الكثير من خططها السابقة الاستراتيجية وغير الاستراتيجية، وصولا إلى ما يخدم المنطقة، لأنه كما تعلم الآن يعني الخليج العربي هو حقيقة يعتبر شبه قائد لعديد يعني من على مستوى الدول العربية وحتى غير العربية، على مستوى الإقليم والمستوى الدولي، سواء من ناحية اقتصادية أو حتى من ناحية سياسية، الحضور في مجلس حقوق الإنسان الدولي، في الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، هناك يعني حضور وظهور بارز. لابد حقيقة من هذا يعني من هذا اليوم أن يكون هناك تغير كثير ومواجهة وإبراز يعني ما تمتلكه هذه الدول من قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية في الوقت الراهن. جميل. هل كما يقال أو بعض المحللين ذهب بأن الخليج يذهب إلى تحالف جديد أو حليف جديد بريطانيا بدلا من تحالفه مع أمريكا، ألم تكن بريطانيا حليفا استراتيجيا من قبل؟ لكن لابد من عملية ما يسمى بالتحديث وما يسمى بتجديد العلاقة يعني بين دول الخليج وأي دولة أخرى، سواء المملكة المتحدة أو غيرها. هناك مصالح يعني مستهدفة، وهي مصالح أيضا مشتركة بين دولة أخرى أو بين يعني دول أخرى، وبالتالي هذا حق مشروع بأن تسعى هذه الدول، ونتكلم عن دول الخليج، أن تنهض يعني بدورها الريادي العالمي وتبادل المنافع. أيضا بريطانيا وأيضا لها منافع في الخليج. نعم. وأيضا خليج وأيضا بريطانيا لها طبعا يعني أهداف تأتي اقتصادية كما ذكرتم بالدرجة الأولى. نعم. نذهب إلى ثاني ملفاتنا الصحفية مع احتفالات دولة البحرين بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لمملكة البحرين، والبداية من صحيفة عكاظ التي أشارت إلى أن خادم الحرمين الشريفين شرف حفل الاستقبال الذي نظم له بمناسبة زيارته الرسمية لمملكة البحرين أمس، فيما أشار صحيفة الوطن إلى أن ملك البحرين سلم وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة إلى خادم الحرمين الشريفين تقديرا لجهوده وإسهاماته الجليلة. أما صحيفة الاقتصادية فأشارت إلى أن خادم الحرمين عقد مع ملك البحرين جلسة مباحثات رسمية استعرض فيها العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين ومجالات التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وأخيرا من صحيفة مكة التي أبرمت اتفاقا بينها وبين صحيفة الوطن البحرينية على توأمة صحفية لنشر صفحات خاصة بزيارة خادم الحرمين الشريفين لمملكة البحرين، واستعرضت من خلاله جسور المحبة والإخاء بين المملكتين. يعني هذه الحفاوة وهذا الاستقبال وهذا الكرم من مملكة البحرين للملك سلمان بن عبد العزيز ليس بمستغرب، وهنا هذه الجولة كما ذكرتم تأتي أو دعنا نقول هذه الحفاوة تأتي لتأكيد العلاقة المتينة بين المملكة والبحرين ودول المجلس. لكن أيضا لعلي يعني أعود إلى الزيارات التي يعني مضى عليها قرابة أسبوع تقريبا، كانت الزيارة الأولى طبعا لدولة الإمارات العربية المتحدة ومن ثم دولة قطر، وطبعا الآن الزيارة اختمت أمس في مملكة البحرين، واليوم صباحا في دولة الكويت. لكن إذا تحدثنا عن يعني العلاقة السعودية البحرينية لا شك أنها علاقة يعني متجذرة ويعني قديمة يعني قدم الأزل، وتعاون قائم بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في كافة المجالات، سواء على مستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو الأمني. هناك تعاون أيضا أمني جيد، هناك تعاون أيضا اقتصادي، هناك حرية في التنقل وإن كان على مستوى كافة التعاون الخليجي، لكن هناك لا شك هناك طموح لدى المواطن الخليجي الآن حقيقة أن يطمح أن تزداد العلاقة وأن تقوى بين دول مثل الخليجي، ليكون هناك يعني ما يسمى بالتكامل الحقيقي غير التكامل شبه الحقيقي. التكامل الحقيقي حقيقة أو ما يسمى بالاتحاد الذي تبناه رحمة الله عليه الملك عبد الله بن عبد العزيز هو التحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. لكن حقيقة طموح المواطن الخليجي هو أكبر من هذه التسمية. يعني هناك مطالب الآن أن يكون هناك جواز سفرا موحدا وأن تكون العملة الموحدة،
وأن يتم إزالة كافة الحواجز الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي. كل هذه أمنيات نرجو طبعا من قادم مجلس التعاون الخليجي يعني الإسراء في تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع حتى يكون هناك اتحادا بمفهوم الوحدة الواحدة. وكان هنالك مضي حقيقي فعلي في هذه الخطوة نحو الاتحاد. نعم. لمسنا نوع من دعنا نقول التراخي أو التأني في هذا الاتحاد. هو كان في جزئية فيما يتعلق بالعملة الموحدة، وإن كان هناك ما شاء الله تم تأسيس مجلس النقد الخليجي في مدينة الرياض، وهذه تعتبر بادرة وقاعدة أساسية يفترض أن تنطلق منها ما يسمى بالعملة الموحدة سريعا، لأن المبنى الآن اكتمل، العاملين فيها الآن يقومون بدور أولي الآن لانطلاقة المجلس بمفهومه. أيضا فيما يتعلق ما يطالب به الكثير من رجال الأعمال في القطاع الخاص وشبه القطاع الخاص، وهو إزالة الحواجز الجمركية وإزالة بعض العوائق الإدارية التي قد تعيق التجارة البينية ما بين دول مجلس التعاون الخليجي. جميل. دكتور أحمد، نعود لرمزية التوأمة بين مكة والوطن البحرينية. هذه التوأمة ألم تحد قليلا من التوسع في تناول أخبار أو تناول الخبر من جهات أخرى، خاصة وأن الزيارة وإن كانت رسمية إلا أنها تأخذ طابع أخوي، طابع يعني دعنا نقول علاقة الأشقاء ببعض. هو لم نلحظ تقصيرا في تغطية جوانب أخرى من الزيارة، بل على العكس كانت هذه التوأمة إضافة حوالي أكثر من 10 كتاب بحرينيين وجدناهم في صحيفة مكة، معلومات مختلفة، شكل الصفحات يوحي بتوأمة البلدين، ونحن نعلم أن جميع دول الخليج تدرك أن المملكة العربية السعودية هي عمقها الاستراتيجي، ولذا فإن العقلاء من الإعلاميين والمواطنين في هذه الدول يتحدثون عن المملكة بوصفها الشقيقة الكبرى وبوصفها العمق الاستراتيجي. جميل. وهذا ما كان في الأقلام. دعنا نتخيل أنا وأنت وضيفي والمشاهد، لو كان هنالك صحيفة خليجية فعلا متنوعة خليجية، هنالك كاتب من الكويت وكاتب من البحرين ومن عمان ومن قطر ولها رئاسة التحرير وهدفها للخليج ككل، تعتقد تنجح مثل هذه الصحيفة؟ ما في شك أنها ستنجح، لكن لاحظ أن جل الصحف الآن الخليجية هي صحف خليجية وإن كانت تصدر من الدول التي تصدر منها، فحينما تقرأ في القبس الكويتية مثلا تجد كتابا سعوديين واهتماما بالشأن السعودي، حينما تقرأ في الرؤية الإماراتية وهي إحدى الصحف الحديثة والمميزة تجد كتابا سعوديين كثيرين واهتماما كبيرا بالشأن السعودي. نعم، ولكن تلك الجوانب مضيئة في هذه الصحف. نحن نعم. نتكلم عن صحيفة هويتها الخليج بشكل عام وتهتم للخليج بشكل عام. هذه في تصوري مرحلة تالية. دعنا نتوافق أولا على المصطلح، هل نحن أمام وحدة أم تكامل أم اتحاد خليجي؟ حتى الصحف اليوم في العناوين احتارت، بعض الصحف استخدمت مصطلح التكامل وبعضها استخدمت الاتحاد وبعضها استخدمت مصطلح الوحدة. جميل. قبل لا أذهب إلى الملف الثالث، عندما قرأت كلمة التكامل اعتقدت بأن الحياة لا تريد أن تقول الاتحاد حتى لا تستعجل، أو كأنها تريد التكامل ثم الاتحاد. نعم، هي يبدو أنها لا تريد أن يكون العنوان موحيا باستباق نعم. لحدث قد يكون وقد لا يكون، أو لإعلان لا يكون، ولذا كانوا أذكياء في اختيار مصطلح التكامل. جميل. لكننا وجدنا مصطلح الوحدة في صحف أخرى. نعم. والمسألة هي يبدو لي في المسار السياسي الذي حدث بعض التراخي في المضي قدما فيه منذ دعوة الملك عبد الله رحمه الله تعالى. جميل. إلى الاتحاد الخليجي. جميل. إلى ثالث ملفاتنا الصحفية، حيث رصدت الصحف المحلية والخليجية استعدادات دولة الكويت الشقيقة لاستقبال خادم الحرمين الشريفين، والبداية من صحيفة الوطن التي ذكرت بأن طرق وميادين وأسواق الكويت ازدانت بأعلام البلدين ترحيبا بالضيف الكبير في زيارة تاريخية، في حين تناول صحيفة عكاظ حديث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الذي أكد أن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الكويت
تضيف أسسا جديدة وصلابة في مسار العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، فيما تناول صحيفة المدينة تاريخ العلاقات السعودية الكويتية التي تمتد إلى قرون وتمثل نموذجا في بناء العلاقات الدولية تحت عنوان صفحات من مواقف مشرفة. وأخيرا من صحيفة الأنباء الكويتية التي تناولت احتفال كويت الكبير بمقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. خادم الحرمين يختتم جولته بزيارة الكويت، الكويت الشقيقة القريبة. ما الذي سنقرأ في هذه الزيارة؟ أولا يعني أنا ألاحظ أشقائنا في الكويت يعني منذ أمس وصباح هذا اليوم وهم تواقون بهفاوة ساخنة لمقدم خادم الشريفين، ونشكرهم حقيقة. وهذا ليس مستغرب على الأخوة على مستوى دول الخليج العربي. أعتقد أنه بعد انعقاد القمة البارحة في مكتب البحرين واليوم زيارة الملك سلمان أيضا في دولة الكويت، سوف نخرج بنتائج أكثر من يعني مرضية، وسوف تحقق الكثير من النجاحات. لكن نعود ونقول أنه ما هو متأمل حقيقة أن يشاهد المواطن الخليجي على أرض الواقع ماذا حدث وما هي المتغيرات. لابد حقيقة يعني أن يلمس المواطن الخليجي الكثير من النتائج، أو على الأقل الحوارات التي تمت بين قادة دول مجلس التعاون في المجلس الأعلى البارحة في مملكة البحرين، حتى حقيقة نشعر بأننا وصلنا إلى التكامل كما ذكرت من قبل قليل، وصولا إلى الاتحاد. أعتقد أنه مسألة الاتحاد يعني لا يمكن حقا يعني أن تكون هاجس أو نتوجس منها. سبقنا الاتحاد الأوروبي وهم لا تربطهم حقا العلاقات الاجتماعية الحميمية القوية التي تربط دول مستعون فيما بينهم. إذا نحن وكان هنالك جوانب أو خللا في ذلك الاتحاد، وأيضا هنالك تخوف بعض الأحيان من لكن الاتحادات بشكلها الكامل. طبعا لكن أنا أتحدث عن صعوبة يعني أنه هناك صعوبة في الترابط وفي العلاقات، وبالتالي من باب أولى أن العلاقات الخليجية الخارجية من باب أولى أن تكون في المقدمة، أن تكون من باب أولى هي الأسهل في عملية الاتفاق والإفاق. ولكن إشارة على هذا يعني ما نتأمله ونرجوه أن إن شاء الله يتحقق في القريب العاجل. جميل. دكتور أحمد، إلى أي مدى تستطيع الصحف أن تفصل ذلك الخيط أو حزمة الضوء تلك ما بين زيارة رسمية في شكل مجلس تعاون وزيارة خادم الحرمين الشريفين لتلك الدول، حتى وكاد الأمر أن يختلط على القارئ؟ هو صحيح، بالذات حينما بدأت زيارة الملك لمملكة البحرين كاد الأمران أن يختلط، وما حدث في قصر الصخير تداخل مع البيان الختامي للقمة، لكن الصحف أيضا نجحت في الفصل، والقارئ يبحث عن الحد الفاصل بين الزيارة وبين القمة. لكن الذي أعجبني في الصحف أنها أدركت رمزية الاحتفاء الكبير بخادم الحرمين الشريفين في الدول الخليجية الأربع. الاحتفاء نعم لرجل تاريخي، الاحتفاء لقائد كبير، ولكن هذا الاحتفاء أبرز إعلاميا بشكل كبير، لأن الاحتفاء في ذاته يمثل رسالة، ورسالة قوية جدا إلى المتربصين وإلى أصحاب الأطماع التوسعية، ونعني إيران تحديدا. الرسالة كانت قوية جدا، فالاحتفاء الذي أبرزته الصحف هو في حد ذاته رسالة مهمة. جميل. ختاما أشكركم مشاهدينا الكرام، وأشكر ضيفي في الاستوديو دكتور عبد الله الحمود الكاتب المهتم بالشأن العام، وأشكرك دكتور أحمد التهاني من أبها الإعلامي والمهتم وضيفنا الدائم. شكرا لكم، أشكركم أنتم مشاهدينا الكرام وجميع الفريق العامل معنا في طبعة المشاهد، وكونوا بخير.